يعني لا تحسه بعامل، عفوا بس المقاطعة، أن الشباب لا يزال يدفع ضريبة أنه ما عنده لاعب يسجل. يعني اليوم أنت تلوم كراسكو على فرصة، ولا تلوم راكيتيتش على تمريرة. طيب الجانب الثاني، اللاعبين الثانيين اللي عندهم كمية من الأسيست وعندهم كمية من الصناعة، ترى قدامهم واحد يستثمر. صحيح. طبعا شوف، للأمانة أمام الشباب استحقاقات، يعني إذا أوكي احنا نقول هالموسم إن شاء الله عدى على خير. كنا يمكن أول ما تكلمنا قبل رمضان كنت جالس تذكر لما كنت نتكلم بقى عندنا ثلاث مباريات مهمة لازم نجيب فيها 9 نقاط، وكنا نبغى الدفء، والحمد لله والآن يعني احنا في التاسع. كنا والله خايفين بعض الأشياء تصير. الشباب يعني أنا متأكد يعني رئيس نادي الشباب أبو إبراهيم الله يمسيه بالخير أو صبحه بالخير، الوقت الآن بعد الساعة 12 نتكلم فيه. الشباب يحتاج إلى عمل صراحة، محتاج عمل. يعني شوف الآن لما بدأ الشباب حسب أنه التغييرات اللي قاعد يقدمها، ما للأسف ما ودنا احنا نقول يعني نقلل من الأسماء أو نقول والله اللاعب هذا، لا، الشباب وفريق الشباب يحتاج إلى لعيبة على مستوى صراحة. إذا أردت أن تنافس، أردت أن يكون مظهرك جميل أمام الفرق الأخرى، لابد يكون عندك بنش ودكة كويسة. يعني مع احترامي للموجودين أيا كان، حقيقة أنا اللي يريحني شوي أنا كشبابي من وجود الأمير عبد الرحمن بن تركي كرجل، حقيقة أنا جلس معه ورجل عنده فكر، يعني الحقيقة ما أجامله بهالكلام وليس يعني وما يحتاج مني هالكلام، لكن أنا أقول بتكاتب الجميع ووجود الأمير عبد الرحمن خلال الفترة القادمة وللموصل القادم، إذا كان أرادوا المسؤولين عن نادي الشباب أن يظهروا بمظهر وبمستويات متقدمة ويظهروا بعمل متميز يعني إذا كان يريدون هذا الشيء، إذا كان يبي ينتظرون على يعني مع هذه الأسماء الموجودة، لا من لعيبة أجانب ولا محليين، لأن ما عاد ينفع المجاملة في العمل، لا يحتاج أي مجاملة ولا يعني حتى مثل ما تفضلت أنه حتى المدرب. أنا كنا نشوف الآن في تغيير أماكن، تغيير ما معقول كل مباراة لك تشكيل، عشان أنت عندك ضعف في بعض الخانات وعندك ضعف حتى في مستويات بعض اللعيبة، خليك على رتم معين. أنت قاعد قبل مباراتين هذه مقدم حوالي 12 نقطة وحصلها، تعال هالسيستم غير في الحالات البسيطة، كنت تمشي على 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 نظام معين، أبتل عليه عشان أنت قاعد تقدم العمل اللي قاعد تشوفه. لكن الأخطاء اللي قاعد تتكرر في المباراتين هذه، أنا يعني أرى أنه من إدارة أن تجلس مع مدرب تشوف وجهة نظرها، ليش هذا التغيير في التشكيل، أسلوب اللعب، استفادة من هذه الأخطاء. يعني اليوم في يعني أكثر من اللاعب يعني نزل الشوط الثاني مستواهم صراحة تمنيت أنهم لم يبدلوا بالأساسي. جميل. لكن أقول للشبابين هارد لك إن شاء الله والقادم أجمل بإذن الله، وأمام مباراتين يحسنوا فيهم مراكزهم بإذن الله.